خليني ارجع معاكم واقول لكم انه في دور مهم للحياه ومجهود كبير بيتم من الحكومه المصريه، وده مستمر من 2019، وهو الحقيقه لما اتعمل منظومه كبيره من 2018 عفوا، نجاح كبير مستمر حتى الان، وهي منظومه الشكاوي الحكوميه الموحده، واللي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حريص دايما طول الوقت على متابعه هذه المنظومه، ازاي انه يتم حل مشاكل المواطنين، ازاي انه هم يتواصلوا مع الحكومه بشكل مباشر من كل مكان في مصر. الدكتور مصطفى مدبولي حتى بالامس كان بيتابع ايه اللي بيحصل، ايه التقارير الخاصه بمنظومه الشكاوي الحكوميه الموحده، ازاي بتتعامل مع شكاوي واستغاثات او الاستغاثات حتى الطبيه من كل محافظات الجمهوريه خلال طبعا الايام اللي فاتت، وان احنا عارفين انه هذه الازمه او في ظل هذا الوباء اللي كان منتشر عدد كبير جدا من المواطنين كان ليهم شكاوي واستغاثات بيوجهوها للحكومه المصريه. مش بس كده، كمان عايزه اقول لحضراتكم انه ما يحدث في هذه المنظومه متابعه لكل مشاكل المواطنين، سواء اذا كان بنتكلم ما اللي موجود في وسائل الاعلام، اللي موجود على منصات او مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، ازاي انه في اهتمام من مجلس الوزراء، في تواصل دايما مع كل الوزارات المعنيه في ان هم يشوفوا المواطن المصري محتاج لايه، ايه اللي بيحصل، ايه الازمه اللي بنعدي بيها حاليا، ايه هي المشكله، وبيتم كمان الاستجابه والعمل على حلها، وانه كمان يكون مع كل ده كمان في متابعه، مش بس بنتكلم انه المواطن يقدر ان هو يقول بس مشكلته، لكن ان يكون في متابعه وتعامل مع رقم كبير الحقيقه من الشكاوي. هقول لحضراتكم الرقم، احنا يعني على الشاشه دلوقتي البوابه الخاصه او الموقع الخاص بالشكاوي او هذه المنظومه، منظومه الشكاوي التابعه لمجلس الوزراء. احنا معانا على التليفون الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومه الشكاوي الحكوميه الموحده. صباح الخير دكتور طارق. صباح الخير على حضرتك يا استاذه اسماء، وتحياتي لحضرتك والفريق عمل البرنامج وكل الساده المشاهدين. انا بحيي حضرتك، والحقيقه ما رضيتش اقول الرقم امام الساده المشاهدين، لان انا لو قلت لهم الرقم بتاع الشكاوي اللي حضراتكم بتتعاملوا معاها الناس ممكن يجي لها ذهول من الرقم وكمان معدلات الاستجابه والمتابعه، فانا هستاذن حضرتك نقول للساده المشاهدين عندنا ارقام قد ايه بالظبط، او منظومه الشكاوي بتتلقى عدد قد ايه من البلاغات او الاستغاثات. منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده بمجلس الوزراء، يعني عدد الشكاوى والطلبات والاستغاثات سواء اللي تلقيتها او اللي ارتضيتها خلال شهر يونيو الماضي تجاوز الحقيقه ال 110 الف شكوى. هنتكلم على شهر واحد كده دكتور طارق بس. بالظبط حضرتك فاهم، اللي هو شهر يونيو الماضي. مضمون التقرير اللي يعني تم رفعه لدولة رئيس مجلس الوزراء كان الشكاوى المتعلقة بالصحة تحديدا، وده لأن زي ما حضرتك عارف أو السادة المشاهدين متابعين بتأتي الصحة على رأس أولويات اهتمام الحكومة، مش بس خلال الفترة الحالية، لا الحقيقة من فترة كبيرة، ويمكن ده واضح من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات القومية اللي بتتم في مجال الصحة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبتنفذها كل أجهزة وزارة الصحة. جينا بقى لما يعني حدث التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، كان في تكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء بأن المنظومة تدخل وتتكامل في جهودها مع يعني قدر نقول ان دي مهمه جديده اضيفت لمنظومه الشكاوي من ضمن المهام الكتير اللي بتقوم بيها. بالظبط حضرتك، هو في الطبيعي ان احنا المنظومه مكلفه بتلقي كافه شكاوى المواطنين التي تمس كل خدمات الحكومه اللي بتقدمها للساده المواطنين، لكن والصحه طبعا من ضمن هذه المجالات او داخله في نطاق عمل المنظومه، لكن تحديدا ضمن الجهود اللي بتقوم بها الحكومه في مواجهه او مجابهه جائحه كورونا، يعني حصل تركيز خلال الشهر اللي فات ودخلنا يعني بننسق مع قيادات وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي واجهزه المحافظات المختلفه
لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة بكافة أجهزتها ومد يد العون لكل مواطن مستحق إن هو ناخد بإيده خلال الفترة الصعبة دي، لأن زي ما حضراتكم عارفين دي فترة وظروف استثنائية مش بس على مصر، على العالم كله، بتتطلب يعني سرعة التعامل وسرعة الاستجابة. فيعني الحمد لله قدرنا خلال الشهر الماضي بالتنسيق مع القيادات المعنية والمختصة في هذه الجهات إن إحنا نتعامل مع قرابة ال 22 ألف شكوى وطلب واستغاثة بتنوعاتهم المختلفة، والحمد لله يعني حققنا نسبة يعني استجابة متميزة خلال الشهر. طب خليني كمان احيي حضرتك دكتور طارق الحقيقه وجميع العاملين معاك، انكم بس مش بتدوروا على الشكاوي اللي المواطن بيروح بيلجأ فيها لهذه المنظومه او بيتواصل معاكم عن طريق الموقع الخاص بيكم او عن طريق التليفون، لكن كمان الحقيقه بشوف انه في متابعه من حضراتكم حتى لرصد الشكاوي حتى لو محدش راح تقدم ببلاغ او تقدم لكم بشكوى رسميه. يعني زي ما حضرتك تفضلتي هو ده الحقيقه دور من ادوار الهامه ان احنا ما نوقفش، وده تكليف الحقيقه صريح من قيادتنا ان احنا ما نوقفش في تعاملنا وتفاعلاتنا مع الشكاوى مع ما يتم تلقيه فقط، ولكن ايضا في البعض بيبقى مش قادر يوصل لنا لسبب او لاخر او ما عندوش الرغبه، او في البعض يعني بيحاول ياخد بايده وهو مش عارف وسائل التواصل مع المنظومه، فاحنا واجبنا ان احنا نتعامل مع هذه الحالات. صحيح بيقابلنا في بعض الاحيان استثناءات، في بعض الاحيان بتبقى الموضوعات مبالغ فيها ما بتبقاش الحقيقه زي ما هي متداوله، لكن احنا بيبقى كل هدفنا وكل تركيزنا ان احنا ناخد بايد المواطن المستحق ليه. يعني حتى لو لقيتوا ان الشكوى ربما ممكن تكون مش جديه بس برضو بتتحققوا منها. بيقابلنا الحقيقه يعني ده مش بيظهر ولا بيتضح غير بعد الفحص، فحص موضوع الشكوى او المحتوى المتداول ده، لكن الحقيقه ايدينا في ايدين كل الجهات المعنيه على مدار اليوم علشان نكشف الحقائق، وده دور مهم برضه، يعني مش من المناسب ان يبقى في موضوعات يعني بيبقى بيتم تداولها على غير الحقيقه او تبقى بشكل مبالغ فيه عشان تبين ان في قصور متعمد او في استهانه بمواطن معين محتاج لان حد ياخد بايده مش لاقي. ففي احيان كتير بيقابلنا ان الحقيقه بتكون مخالفه لما يتم للصوره اللي بيتم تصديرها، لكن بيتم التعامل معها ايضا، وبيبقى مهم ايضاح الحقائق للراي العام، وده اللي طبعا بيقوم بيه الجهات الشقيقه الاخرى اللي بتمارس مهامها واختصاصاتها في هذا المجال. المهم ان ما يبقاش فيه اشاره ان في مواطن يستحق المساعده واحنا متاخرين عنه. طبعا بكل تاكيد انا بشكرك وكل التوفيق لحضراتكم، كل الشكر للدكتور طارق الرفاعي مدير منظومه الشكاوي الحكوميه الموحده.